الحجة من التجربة الدينية هي حجة الانتقال من تجربة الإحساس بوجود الله لإثبات وجود الله في أقوى صورها، وبتستند على فكرة أنه من الممكن فقط الإحساس بشيء ما من خلال أي تجربة فقط إن كان الشيء له وجود، وبالتالي ظاهرة التجربة الدينية دليل على وجود الله. البشر بتمر بتجارب دينية وروحية بتشعر فيها بوجود الله، إذن الله له وجود. لكن في أضعف صورها الحجة بتجادل إن التجربة الدينية بتقدم أدلة فقط على وجود الله لكنها لا تثبت وجوده. الصورة دي من الحجة صاغها الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن من خلال مبدأ العقلانية، لكن كلا الصورتين من الحجة بيفترضوا إن التجربة الدينية تجربة إدراكية في الأساس، بمعنى إنها تجربة فيها الفرد بيدرك وجود شيء ما خارجي. لكن البعض جادل إن التجربة الدينية قد تحتوي على خيال المدرك وليس بالضرورة إدراكه، بمعنى إن الشيء أو الكائن محل التجربة ليس له وجود مجرد في الواقع أو الطبيعة، لكنه موجود بشكل نسبي في عقل المدرك أو الفرد المار بالتجربة. الإشكالية الأخرى اللي بتقابل التجارب الدينية إنها بتتناقض مع بعضها البعض. تقريبا كل الأديان فيها أفراد ادعوا بالمرور بتجارب دينية ما بتأكد على الطائفة الدينية اللي بيتبعوها. لو كانت التجارب الدينية دي كلها صحيحة يبدو إنها هتسبب إشكالية منطقية، لأن كتير من التجارب الدينية دي بتأكد على مبادئ دينية مختلفة في كتير من الأحيان متناقضة مع بعضها. وأخيرا إشكالية نسبية التجربة بتكون عقبة حقيقية أمام مبدأ التجارب الدينية بشكل عام. ده بالإضافة لأن في تيار قوي في المدرسة الشكوكية الفلسفية بيجادل أن إدراكنا للكائنات والأشياء المحيطة بينا في الواقع بشكل يومي غير كافي لتبرير الاعتقاد في وجود تلك الأشياء. جدلية ديكارت من الأحلام أقوى صورة للحجة دي، لكن جذورها بترجع من قبله في الفلسفة الإسلامية عند ابن سينا وفي الفلسفة اليونانية عند بيرو. الإشكالية إن كل التجارب نسبية شخصية وغير موضوعية subjective، وأي تجربة نسبية بالضرورة حسب تعريفها متسقة مع عدد لا نهائي من الحالات الموضوعية objective states، أو بصورة أبسط بغض النظر عن كيف أرى العالم في عدد لا نهائي من الصور اللي من الممكن أن يكون عليها العالم. أنا ممكن أكون بحلم، بهلوس، بتخيل، ببالغ إلى آخره. لو تجاربنا المألوفة للعالم الخارجي غير كافية لتبرير الاعتقاد في وجوده، إذن ما مدى الشك في التجارب الدينية اللي من الصعب التحقق منها ودرجة حجتها على وجود الله؟